السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي، أهلا بكم ومرحبا. إن شاء الله بإذن الله هناخد درس جديد النهاردة أو واحدة جديدة أو فصل جديد إن شاء الله بيتكلم عن التلوث البيئي بشكل عام. التلوث البيئي بشكل عام له عدة أنواع، منها التلوث الجوي، التلوث المائي، تلوث الغذاء، تلوث التربة، لكن اللي إحنا هناخده النهاردة بإذن الله بيتكلم عن التلوث الجوي. أولا التلوث هو دخول أجسام غريبة داخل وسط معين، سواء كانت تلك الأجسام غازية أو صلبة أو سائلة أو في شكل طاقة، سواء كانت إشعاع حراري أو غيره، بتدخل طبعا إلى الطبيعة، تعمل على الإضرار بصحة الإنسان، وإضافة إلى بتغير في بعض الخواص الكيميائية والطبيعية للحيوان وللنبات وللإنسان على وجه على وجه الأرض بشكل عام. طبعا والتلوث ده أصلا قديم قدم الحياة على سطح الأرض، يعني هو منذ وجود سطح الأرض وهو في وجود ملوثات، سواء لو ما كانش نزول البشر لكن كانت ملوثات نتيجة عن الطبيعة، زي مثلا المخلفات، زي ثورات البراكين وحرق الغابات والزوابع الترابية وتحلل المواد العضوية الموجودة في الغابات والمستنقعات، إضافة إن ظهرت بعد كده اللي هي الملوثات البشرية، زي أعمال الإنسان في الزراعة، أعمال الإنسان في الصناعة، الحروب اللي بنشهدها زي الحرب النووية الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى الأعمال المنزلية المختلفة، كل ذلك يندرج تحت ما يسمى بالتلوث بالتلوث البيئي. عندنا ان التلوث النشاط الانساني رغم صغره مقارنه بالتلوث الطبيعي الا انه اشد قوه واشد ضرر من التلوث الطبيعي، بسبب ان احنا بيتركز التلوث البشري في مناطق صغيره جدا تسمى المدن الصناعيه، بيتركز انتاج، ممكن تبقى في مدينه نشات من الثمانينات او السبعينات او الستينات موجوده حتى الان زي ما هي، فتلاقي ان المنطقه الموجوده بها كلها بتعاني من تلوث شديد جدا. تاني حاجة اللي هو دخول أنواع جديدة من التلوث على البيئة، البيئة ما بتعرفش تتعامل معاه، زي المخلفات الصناعية وزي المواد الكيميائية أو المركبات الكيميائية والمعادن الصاكلة اللي هي بتنتشر في البيئة بشكل عام، ما بتعرفش البيئة إن هي إزاي تحاربها أو إزاي إن هي تنهي عليها. تمام، عندنا بقى إن شاء الله هناخدها بإذن الله النهاردة أول حاجة من أنواع التلوث البيئي، حاجة اسمها التلوث التلوث الجوي. التلوث الجوي ده شباب هو برضو وجود شوائب سواء كانت غازية أو صلبة أو سائلة في الوسط المحيط بنا. تمام، عندنا نوعين أو عدة أنواع من التلوث الجوي. أول حاجة التلوث عن طريق الجسيمات. التلوث عن طريق الجسيمات ده شباب اللي هو بينتج عن حاجتين، حاجة اسمها المصادر الطبيعية للتلوث وحاجة اسمها المصادر البشرية للتلوث. المصادر الطبيعية للتلوث ده شباب زي قلنا ثورات البراكين وزي حرق الغابات وزي مثلا أرذاذ الأملاح اللي بيجي مع أمواج البحر، زي مثلا الشهب والنيازك اللي بتيجي من الغلاف الجوي، كل ده حاجه اسمها الجسيمات اللي بتتواجد عندنا في السطح المحيط بالكره الارضيه. اما المصادر البشريه فدي بتتمثل طبعا في اقامه المصانع، خاصه مصانع الاسمنت والحديد والصلب والمناجم والتعدين، دي من اهم العوامل او من اهم الملوثات او ما يندرج تحت الجسيمات في الوطن العربي. طبعا عندنا الهواء بشكل عام يا شباب بيوجد، بيقول لك ان نسبه 50% من الهواء اللي بيحيط الكرة الأرضية بيوجد على ارتفاع 5600 متر، أما نسبة 99% من الكتلة الهوائية اللي بتحيط بكوكب الأرض بتوجد على ارتفاع نحو 48 كيلو متر فوق سطح البحر، فوق سطح البحر. عشان كده بنلاقي إن احنا أغلب الملوثات نتيجة للجاذبية وارتفاع الضغط العالي فوق سطح الأرض بتترسب فوق المناطق فوق المناطق اللي بتعمل على تلوث الجو. عشان كده في فترات الجفاف بنلاقي إن السيارات وأسطح المباني الشجر بينزل، بتلاقي ان هي بيظهر عليها بعض الملوثات كده، سواء زي عوادم السيارات زي المصانع. ليه؟ لان بتتراكم او بيطلع الهواء من اسفل كده او تصاب المنطقه الجويه او البيئه بشكل عام، لان التلوث بيطلع من اسفل عندنا في الكوكب باتجاه باتجاه اعلى. لكن زي ما قلت لكم نتيجه الجاذبيه الارضيه ونتيجه الارتفاع الضغط الجوي بيعمل على ثبات وعدم نفاذ الملوثات الجويه لطبقات الغلاف الجوي، عشان كده بتتراكم الى اقل منطقه تحيط بالانسان. بنشوفها فين؟ بنشوفها في فترات الجفاف على اسطح المنازل، اسطح المباني وغيرها. تمام، والسيارات.
عندنا تاني حاجة اسمها الفيروسات. الفيروسات دي يا شباب دي بتنتقل للهواء من طريق الإنسان والنبات والحيوان. فبتنتقل ازاي؟ مثلا من طريق الإنسان بيقول لك عن طريق مثلا العطس، أرذاذ اللي بيطلع مع العطس، أو بيطلع مثلا مع الكحة، أو بيطلع مع التنفس. فعشان إن احنا نقي نفسنا والناس من الفيروسات وخطورتها في وما تنتقلش من مكان آخر، يجب إن احنا نهوي مثلا المناطق المغلقة المتواجدة زي دور السينما، زي قاعات الدرس، زي المستشفيات، زي المطارات، ان احنا نعمل على تهوية المناطق دي باستمرار. تاني حاجة ان احنا نعمل على عدم دخول المصابين بالفيروسات دي الى الاماكن العامة زي ما قلنا، زي محطات القطار. تالت حاجة اللي هو التطهير بقى اللي هي وسائل المواصلات عشان عدم انتقال الفيروسات من منطقة الى ايه الى اخرى. احنا عندنا نوعين من انواع التلوث الجوي حتى الان، الجسيمات، وقلنا دي لها مصدرين: المصدر الطبيعي اللي هي من وحي من عند الطبيعة كده، الانسان ملوش اي دخل فيها، المصدر البشري اللي هو الإنسان ليه يد فيها. الفيروسات بتنتقل للهواء من خلال الإنسان والنبات والحيوان عن طريق التنفس في الإنسان، أو العطس، أو الكحة، أو الرذاذ اللي هو بيطلع مع إيه؟ مع الإنسان عندما يعطس أو يكح أو إيه؟ أو يتكلم. إزاي ننقل البيئة وننقل الإنسان من خطر الفيروسات؟ قلنا عن طريق ثلاث عوامل، اللي هو تهوية الأماكن المغلقة المتواجدة زي المدارس، وزي أدوار السينما، زي مثلا المستشفيات، زي المطارات، زي محطات انتظار القطارات وغيرها. تاني حاجة ان احنا نمنع المصابين بالفيروسات دي من ان هم ينتقلوا الى المناطق العامة او مناطق ازدحام السكان. تالت حاجة اللي هي ان احنا نطهر وسائل المواصلات عشان نمنع انتقال الفيروس من منطقة الى اخرى، خاصة عن طريق القطارات والطائرات. ماشي. تالت حاجة اللي هي الغازات. طبعا الغازات دي بتنتج نتيجة للأكسدة والاحتراق للمواد العضوية وغير العضوية الموجودة عندنا على سطح الارض. بتنتج غازات كتيرة جدا من جراء انفجارات البراكين، بتطلع غازات زي غازات الكربون وثاني اكسيد الكربون والاكسيد الكربون، بتطلع زي بخار الماء، بيطلع بقى من الانسان برضو غاز الكربون والميثان عن طريق التنفس، اضافه ان مثلا من البحار بيطلع منها غاز زي غاز اليود وكلوريد المغنيسيوم واكسيد النيتروجين. كل ده بتؤدي الى ايه؟ لان هي بتعمل على تلوث البيئه الموجوده والمحيطه بنا في ذلك الوقت. تمام. الغازات عندنا من اهم الغازات المضره في الوطن في العالم بشكل عام، ودي بتعمل على دخول الاشعه فوق البنفسجيه في الوطن العربي، زي غاز الميثان، زي غاز اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت وثاني اكسيد النيتروجين، والمواد الهيدروكربونيه اللي هي متكونه من الهيدروجين وايه والكربون. كل دي بتنبعث من الغازات او من المصانع او من وسائل المواصلات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي. تمام. بعد كده ازاي ان احنا نحافظ على البيئة؟ قال لك العلماء وضعوا بعض الاسس اللي المفروض ان الانسان العادي يعرف ان هو لازم يحافظ على بيئته، وان الهواء والجو المحيط ده مش ملكية شخصية سواء لدولة او لشخص معين يعمل فيها اللي هو عايزاه، لا ده مشكلة عامة، وان الغلاف الجو المحيط بالكرة الارضية ده يتبع للكرة الارضية كافة وسكان الكرة الارضية كافة، وينبغي الحماية لها. اول حاجة ان احنا نفهم الفهم الطبيعي لغلاف الجوي، ان زي ما قلنا ان الهواء مش ان احنا عندنا فكره ان لو مثلا خرجت مثلا دخان او عملت حريق في الهواء ان الهواء خلاص هيقضي على المنصات دي، لا ده ما بيحصلش ابدا، خاصه في الغازات السامه، خاصه في الجسيمات اللي هي بتنتشر في الهواء، الهواء ما بيعرفش يتعامل معها نهائيا. كل الغازات دي بتعمل على الاضرار بطبقه مثلا زي طبقه الاوزون الموجوده في ايه؟ الموجوده فوق سطح الارض اللي بتحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه. تمام. تاني حاجه اللي هو خفض معدلات انبعاثات الغازات الضاره، زي مثلا الفلول الكربون اللي بيستخدم ده، اللي هو ايه بيعمل على توسيع ثقب الاوزون فوق سطح الارض. ينبغي ان احنا نشوف بدائل للغازات دي زي الزرنيخ، زي الرصاص، زي اليود. كل الحاجات دي بتؤثر في البيئه، ينبغي ان الانسان او المفكرين او العلماء في ذلك الوقت ان هم يشوفوا بدائل للغازات الضاره دي عشان خاطر ايه؟ نعمل ونقلل من ايه؟ من تلوث البيئة. ثالث حاجة اللي هو توطين الصناعة بعيدا عن المناطق السكنية، ان احنا نحاول ان احنا ننقل المناطق الصناعية في مناطق نائية بعيدة جدا عن المناطق الصناعية. حتى اغلب المناطق الصناعية قديما مثلا في الولايات المتحدة الامريكية
الملكية في الشرق خاصة كانت في مناطق بعيدة، لكن مع ارتفاع عدد السكان بدأت ان هي تتلاصق تتلاصق مع بعضها البعض، مما ادى الى ايه؟ لان بيعاني سكان اهل المناطق من التهاب الرئوي الحاد، من ضيق في التنفس، من ظهور بعض الامراض الخبيثة نتيجة ان ايه؟ نتيجة تلوث تلك المنطقة بعوادم المصانع المختلفة. وتاني حاجة منع اجراء التجارب النووية، وان احنا نبدا بقى نخفف من حدة التجارب النووية اللي بتحصل في كل مكان، ونبدا ان احنا نحولها الى طاقة سليمة ايجابية بدل الطاقة السلبية اللي احنا بنستخدمها، وان احنا ننهيها خالص، ويكون في ميثاق يتبع مثلا زي الامم المتحدة بمنع اجراء التجارب المائية خاصة في البحار اللي بيجري فيها التجارب المائية، ودي بتقضي على انواع عديدة جدا من الاحياء المائية الموجودة في ايه؟ في البحار والمحيطات حول العالم. رابع حاجة ان احنا نبدا نوسع الطرق، ما نخليهاش ضيقة، خاصة مع عبور الناقلات او السيارات اللي هي البالية اللي بتعمل على اخراج عوادم السيارات، ودي بتسبب مثلا ظاهرة الامطار الحمضية. طبعا الامطار الحمضية ناتجة عن عوادم السيارات وعوادم المصانع بتتكون مع بخار الماء في الجو، ولما بتتساقط بتتساقط مياه الامطار في شكل يميل الى الاسمرار، نتيجة لان المية هنا بتكون ملوثة، ودي تسمى الامطار الحمضية، دي بتأثر على الانسان وتأثر على النبات وتأثر على الحيوان باضرار بليغة. ترشيد استخدام الطاقة، طبعا ان احنا نبدأ ان احنا نستخدم الطاقة بشكل مناسب، المصانع ساعات معينة، استخدام السيارات في ساعات معينة، ان احنا القطارات والطائرات في ساعات معينة، ما يكونش ال 24 ساعة للكرة الارضية كده بنستخدم فيها الطاقة بشكل مستمر، وان احنا نبدأ نستخدم طاقة ايجابية كما قلنا كده. اللي هو بيتكلم كل ده شباب عن التلوث الجوي، اللي بعرفنا التلوث الجوي ودخول بعض الشوائب او الجسيمات او الفيروسات الى الهواء، والتي تؤثر في ايه؟ في ضرر الانسان والنبات والحيوان وغيره. عرفنا ان هي عدة انواع، منها اللي هي الجسيمات، منها اللي هي الفيروسات، منها اللي هي الغازات، خاصة غازات الكربون بانواعها. عرفنا طبعا ان الغازات دي مش مصدرها من الانسان فقط، لا، ده لها مصدر طبيعي ولها مصدر بشري. المصدر الطبيعي اللي هو لما بتحصل بركان في اي مكان في العالم بيطلع غازات كده بتبقى موجودة في باطن الارض، دي بتعمل مثلا على تساقط ما يعرف بالامطار الحمضية نتيجة خروج بعض المعادن السامة من باطن الارض وتساقط بخار الماء المتواجد فوق سطح الارض. بعد كده قلنا ان العلماء بدأوا يضعوا بعض السبل حماية البيئة من التلوث، تلوث الغازات، تلوث الجسيمات، وقلنا ان العوامل الطبيعية الانسان اقوى من العوامل الطبيعية في تلوث البيئة، نظرا ان هو بيتركز في منطقة معينة، اضافة ان هو بدأ يستخدم مركبات كيميائية ومعادن ثقيلة تختلف عن الموجودة خالص في الطبيعة، دي زادت من خطورة التلوث البيئي بشكل عام. ان شاء الله بإذن الله نكتب لكم الواجبات، ونتمنى ان انتم تحلوها بإذن الله على خير. واحد، وضح اهم سبل حماية الجو من التلوث. طبعا هم اكثر من هم حوالي 7، بس تكميلا واستكمالا لهم، وافضل شيء ان انا جمعتهم لكم في 4 عوامل رئيسيه هتساعدكم جدا، اللي هو الفهم الصحيح لطبيعه الغلاف الجوي، خفض معدلات انبعاث الغازات الضاره، توطين المصانع بعيدا ومنع التجارب النوويه، توسيع الطرق وترشيد استخدام الطاقه. مع تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله، اتمنى يكون الشرح تمام. السلام عليكم ورحمه الله.